النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. أعلن مصرف البحرين المركزي أنه تم تغطية الإصدار رقم 221 من صكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين، وتبلغ قيمة هذا الإصدار 26 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 122 يوما تبدأ في الرابع من يناير 2024 وتنتهي في الرابع من يوليو 2024. ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 6.31%، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 548%. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. وللحديث أكثر حول الأسواق المالية الخليجية يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف من إمارة دبي الأستاذة إيمان العياف، الرئيس التنفيذي لشركة إيمان العياف للتداول. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية أستاذة إيمان، وفي البداية كيف تقيمين أداء الأسواق المالية الخليجية في نهاية عام 2023، وهل قمت بملاحظة تأثيرات معينة على هذا الأداء نتيجة للأحداث الاقتصادية أو الجيوسياسية؟ يا هلا فيك اختي ريم، مشكوره وايد على استضافتي، شكرا لتلفزيون البحرين. كان في عندنا تباين كبير في اداء الاسواق الخليجيه 2023، كان في عندنا اربع اسواق انتعشت في ادائها، بينما الباقي صار في هبوط في ادائهم. اذا حابه اتكلم بالتفاصيل اكثر عن الأسواق، كان في عندنا سوق دبي الأكثر انتعاشاً 22% أفضل أداء بسبب انتعاش القطاع العقاري في دبي. كذلك عندنا في السوق السعودي 14% انتعاش، وكان أعلى مستوى من 15 عام. السوق البحريني كان أفضل ب 4%، وعندنا السوق القطري أعطانا ارتفاع طفيف في أدائه، بينما السوق الكويتي كان فيه هبوط 8% بسبب ارتفاع معدلات التضخم. سوق مسقط يلي سوق الكويت كان للأسف أداء كذلك ماينس 7%، أبوظبي ماينس 6%. في كثير أسباب للتباين، منها التقلبات والركود الاقتصادي العالمي، رفع أسعار الفائدة أكثر من 4 مرات لمواجهة التضخم، كذلك في صار عندنا تقلبات في أسعار النفط، كل هذا أثر في أداء الأسواق عندنا. نعم أستاذة إيمان، ما هي توقعاتك بشأن أداء الأسواق المالية في بداية العام الجديد 2024، وهل ترين وجود عوامل معينة قد تؤثر على هذا الأداء؟ راح يكون في للأسف يعني في كثير مؤشرات سلبية حق الأداء لسنة 2024. طبعا احنا دائما نتفائل ونتوكل على رب العالمين ان الأمور راح تكون أفضل أكيد، لكن أنا بتكلم عن العوامل بشكل عام، منها الركود الاقتصادي المحتمل. في كثير من المحللين قاعدين يتكلمون عن الركود الاقتصادي المحتمل بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي سنة 2024. صار في عندنا تراجع في القوة الشرائية للمستهلكين في الاقتصادات الكبرى كلها، كذلك في عندنا تصاعد في عبء الديون. ما زالت الاقتصادات المتقدمة معتمدة على التمويل بالعجز عن طريق طرح سندات حكومية، وبالتالي زيادة في المخاطر. عندنا في انهيار في العقارات التجارية للحين قاعد يصير بسبب كورونا، في كثير من الشركات حولت للأونلاين، ألغوا المكاتب، صار عندهم مخاوف أن هم يتحملون مسؤولية العقار التجاري. في عندنا احتمالية عودة التضخم للتسارع والاستمرار مع رفع أسعار الفائدة، مع أن في وايد ناس قاعد يقولون لا راح يخفضون سعر الفائدة، بس في الواقع ما زالت قاعد ترتفع أسعار الفائدة. في عندنا كذلك مخاطر سياسية، من أكبر المخاطر اللي ما زالت كثير من الحروب قائمة، منها الحرب عندنا في الشرق الأوسط اللي متوقع لها في التمدد، إن شاء الله ما تتمدد وإن شاء الله يا رب تنتهي على خير. كذلك في عندنا استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وفي عندنا الصراع الأمريكي الصيني اللي بدأ يحمى من شهر نوفمبر تقريبا بخصوص التجارة وشركات التكنولوجيا في الصين وأمريكا.
كذلك في عندنا الانتخابات العامة، في كثير عندنا انتخابات راح تصير 2024، أهمها في الولايات المتحدة الأمريكية وفي المملكة المتحدة. فإن شاء الله يا رب تكون سنة خير يا رب، وإن شاء الله تكون أداء الأسواق الخليجية أفضل في هالسنة. بالتأكيد الأستاذة إيمان العياف الرئيس التنفيذي لشركة إيمان العياف للتداول، كنت معنا من إمارة دبي، شكرا جزيلا لك. ارتفعت عملة بيتكوين 3% في الثاني من شهر يناير 2024 لتتخطى حاجز 45,000 للمرة الأولى منذ أبريل 2022، وتعتبر بيتكوين أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم، حيث صعدت بيتكوين لتلامس أعلى مستوى في 21 شهرا عند 45,386 دولارا، كما سجلت زيادة نسبتها 2% في أحدث تعاملاتها. من جانب آخر ارتفعت عملة إثريوم 1% إلى 2376 دولاراً.